تم ديال هذا السيد اللي هو من جامع الحضاري ديال العاصمه الاسماعيليه. حضرنا هنا كجسم صحفي وكجمعوي، وراكم سمعنا الزوجه ديالو اللي كت بحرقه كتهضر على الزوج ديالها اللي توفى، وكتقول بان حصره ديالو واحد القضيه. هذه القضيه دي ديال الراي العام الان غادي تشغل الراي العام. هذه القضيه غادي تكون قضيه ديالنا كاملين اليوم. اليوم هذه القضيه هذه غادي نحاولوا اننا نديروا حتى حنا عليها اماطه الالتزام كجمعويين وكفاعلين يعني وكاعلاميين. مشكل كبير وقع في الجماعه الحضاريه، خصوصا فيما يخص الجبايات ديالها. كنتمنى ان هاد السيده هذه تعرف السبب الحقيقي اللي على الزوج ديالها توفى، لان راه كتبقى تقول بان مات بالفقصه ديالو. يمكنش ان السيد الرئيس ديال الجامعه البلديه السيد بوانو غادي ما يكونش عنده كذلك يد في هذا الشيء، هذا هو لانه هو كيبقى رئيس ديال الجامعه الحضاريه. ما يمكنش ان غادي نضحيو بواحد الموظف وغادي نخليو الرؤوس الاخرى. لذلك حنا كنطلبوا من السلطات المحليه، كنطلبوا من القضاء ديال المملكه المغربيه، من صف هذه السيده، من صف هذا السيد هذا اللي الان راه في المتوى ديال الاخير ديالو، ونصفنا نحن كذلك كمكناسيين، لان الفلوس اللي كانت كتهز من هذيك الجبايات راه خاصه بالمكناسيين. اللهم ما تظنش بان هذا الرجل هذا الله يرحمه ويوسع عليه غادي يكون كبش فداء في هذه القضيه هذه ويتبع. تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.